وهنا الجمعة الأولى بعد العشرين، تتأكد المطالب أسبوعا بعد أسبوع. حر شديد لم يمنحهم من الخروج، بل أشعل فيهم فتيل الإصرار للتمسك بمطلب التغيير الجذري واحترام السيادة الشعبية. جمعة جاءت بعد موقف المؤسسة العسكرية بشأن الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية. Je suis pour le vote, باش أموال البلاد خرج من هذا الشراء صاري، ماناش عارفين لافوني كيس كيفا نو ريزيرفي، وطولت الحالة، ولكن بالإرادة نتاع الشعب شراه يطلب في الحراك بدون بدوي وبدون بن صالح. دوك حنا لازمنا رئيس، وقتاش ماناش عارفين. مي هاد الانتخابات أنا بيرسونيلمون شوي داكور، مي أكونديسيون، جو دي بيان أكونديسيون، كو تو لي 48 ولاية لازم نكونوا نعسوا لي بيرو دو فوت تاعنا. الأيام الأخيرة شهدت تكثيفا للنشاط السياسي، وتعاقبت المبادرات السياسية من مبادرة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى المنتدى الوطني للحوار ومخرجاته، وتولي سليمان شنين نائب من الأقلية البرلمانية رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حركية من شأنها الدفع في اتجاه حل الأزمة السياسية. اللي تسبوا في الأزمة هذه تنحاو، احنا رانا عايشين الأزمة هذه، شكون السبب فيها؟ كاين سبب، كاين أشخاص تسبوا فيها، على الأشخاص هذو يروحوا أفضل ما يبقوا، لمصلحتهم ولمصلحتنا. العسكري نحترموه، والشرطي نحترموه، والأستاذ نحترموه، والمؤسسة العسكرية ولا المؤسسة السكك الحديدية ولا الاستشفائية، كامل منظومة واحدة، ما نقدسوا ما ندنسوا، كاع مؤسسات عزاز علينا، وحدة تحمينا، وحدة تداوينا، وحدة تنقلنا. تأكيد وإصرار وتثبيت للمطالب في مسيرة سلمية خرج فيها المواطنون للدفاع عن مستقبل جيل جديد، مستقبل لا مكان فيه للفساد ولا المفسدين في كنف دولة الحق والقانون.